الولايات المتحدة الأمريكية دفعت بأقوى منظوماتها الدفاعية على الإطلاق وسط إسرائيل، وذلك من أجل التحضير بشكل جيد للهجوم الانتقامي الإسرائيلي القادم على إيران. تفاصيل هذه المسألة نشرت من قبل العديد من المصادر مثل قناة إن الثانية عشر العبرية، الول ستريت جورنال، وحتى التلغراف. والتفاصيل مرتبطة بأن الولايات المتحدة الأمريكية سترسل أو أرسلت منظومة الثاد الأمريكية العملاقة مع 100 جندي آخر إلى إسرائيل للمرة الأولى على الإطلاق منذ اندلاع هذه الأزمة، أي منذ 7 أكتوبر. وعلى الرغم من أن هنالك عددا من المسؤولين في البنتاغون ومسؤولين أمريكيين آخرين تحدثوا وصرحوا للعديد من الوسائل أو المراسلين وغيرهم، تحدثوا بأن ليس هنالك تأكيدا، الولايات المتحدة لا زالت تنظر بهذه المسألة، إلا أن كان هنالك ظهورا لطائرة C5 جالاكسي، طائرة الشحن الأمريكية العملاقة على الفلايت ريدار 24 خلال 24 ساعة الماضية، وهي تحلق من بورتسموث في نيو هامشير في الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة لمنطقة الشرق الأوسط. وقد وصلت بالفعل، وهذه طائرة الشحن التي نتحدث عنها هي كبيرة للغاية مقارنة بأي طائرة حربية أو طائرة تزويد للوقود أو طائرة شحن أخرى. لاحظ، هي طائرة عملاقة للغاية وهي قادرة على حمل العديد من المعدات العسكرية الثقيلة، على سبيل المثال المروحيات العسكرية كما نلاحظ مثل الأباتشي، وكذلك الدبابات، وأيضا منظومات الثاد التي نتحدث عنها اليوم، إلى أي منطقة في العالم بحسب الحاجة المطلوبة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي تحليق هذه الطائرة بحسب تسجيلات الفلايت ريدار يشير إلى أن هذه المنظومة ممكن فعلا أنها قد وصلت لمنطقة الشرق الأوسط في ظل ظروف صعبة، في ظل ظروف قد تتطور بشكل خطير خلال 48 ساعة الماضية، خاصة وأن الأنباء تحدثت بأن إسرائيل أنهت قرارها بشأن نطاق وأهداف الرد على إيران، أي أننا أصبحنا أمام ساعات أو أيام، ولا بد لهذه المنظومة أن تكون منتشرة الآن. المنظومة التي نتحدث عنها هي دخلت للخدمة في عام 2008، وهي من صناعة شركة لوكهيد مارتن، وهي متخصصة في ضرب الصواريخ البالستية القصيرة ومتوسطة المدى. وعندما تقوم بضرب الصواريخ عادة يأتي الرادار الخاص بهذه المنظومة ليضبط الصاروخ، تأتي الوحدات التابعة، وحدات السيطرة وغيرها، من أجل إعطاء الأمر للبطارية لكي تستهدف هذا الصاروخ القادم باتجاه أي هدف معين، وبعدها تقوم باستهداف الصاروخ، وهي قادرة على ضرب الصاروخ على ارتفاع 150 كيلومترا وعلى مدى 200 كيلومتر. وعادة الصواريخ التي تضربها هي أما أن تكون ضمن الغلاف الجوي أو حتى خارج الغلاف الجوي. وهنا تأتي أهمية انتشار هذه المنظومة، لأننا عندما نتحدث عن الصواريخ التي تحلق خارج الغلاف الجوي، نحن نتحدث عن صواريخ الفرط صوت التي استخدمتها إيران في الأول من أكتوبر، وتمكنت من تحليق وجعل صواريخها الفرط صوت أن تحلق فوق الغلاف الجوي، وبعدها تهبط مفاجأة أو فجأة وتضرب أهدافها بهذه الطريقة الناجحة، وتفاجأ طبعا المنظومات الدفاعية الإسرائيلية من القبة الحديدية أو مقلاع داود أو غيرها، وضربت عددا من القواعد الجوية. وإيران هنا استخدمت صاروخ فتاح، ولا زال بإمكانها ولا زال لديها العديد من الصواريخ المهمة مثل صاروخ فتاح 2 المتقدم، وهو أخطر من فتاح 1 الذي استخدمته أساسا إيران، وكذلك صاروخ خيبر شجن. كل هذه الصواريخ قادرة على تحقيق تحدي كبير لجميع المنظومات الدفاعية مهما كانت قوتها على أي من المستويات في العالم. وهنا نتحدث أن الخطر لدى إسرائيل يأتي من عدد من الجبهات باتجاه نقاط حساسة للغاية في الداخل الإسرائيلي. نتحدث عن حيفا، هنالك ميناء مهم جدا بالنسبة لحيفا، هنالك منشآت نفطية وحيوية، هنالك تل أبيب، العديد من المقار المهمة الحكومية، الموساد وغيرها، وكذلك أيضا لدينا مفاعل ديمونا، المفاعل الذي هددته أساسا إيران برسائل غير مباشرة فيما جرى من هجومها في أبريل على إسرائيل، وكذلك في الأول من أكتوبر بضربة صاروخية كانت قد طالت قاعدة نيفاتم على مسافة ما يقارب 21 كيلومترا من مفاعل ديمونا الذي نتحدث عنه. وكذلك أيضا أن حزب الله اللبناني يهدد حيفا ويهدد تل أبيب، وكذلك لدينا أيضا حركة حماس، لدينا أيضا الطائرات المسيرة الخاصة بالفصائل العراقية أيضا تهاجم كل هذه الأهداف، أيضا الطائرات المسيرة الخاصة بحزب الله اللبناني، شهدنا مؤخرا كيف أنهم حلقوا بهذه الطائرات وهاجموا هيرتسيليا إلى شمال تل أبيب أينما تتواجد أساسا أو يتواجد مقر الموساد الإسرائيلي، وكذلك جماعة الحوثي يجب أن لا ننسى كيف أنهم كانوا قادرين في أكثر من مرة أن يتعدوا
تعد مفاعل ديمون بصواريخهم وطائراتهم المسيرة، لا بل حتى والوصول إلى تل أبيب، وهم قادرين أيضا على تهديد حيفا. وبالتالي هذه خواصر مهمة جدا بالنسبة لوجود إسرائيل بأكملها، وإيران أثبتت بأنها قادرة على تهديد كل هذه المنظومات التي نتحدث عنها من خلال أو هذه المنشآت التي نتحدث عنها من خلال صواريخها وقدراتها. بالتالي انتشار هذه البطارية تحديدا، بطارية الثاد، هي تعطي قوة إضافية لمنظومات طبعا مقلاع داود وغيرها. هذه هي منظومة القبة الحديدية طبعا المنتشرة بشكل كبير في إسرائيل. وجود هذه البطارية تحديدا سيوفر حماية من الصواريخ التي تفاجأ أو قد تفاجأ المنظومات الإسرائيلية الموجودة المنتشرة في هذه المنطقة، وتضيف قدرة على توفير حماية أكبر، خاصة وأن بنيامين نتنياهو حتى هذه اللحظة ليس واضحا بطبيعة استهدافه. ممكن أن يضرب المنشآت النفطية في إيران أو المنشآت النووية، ولا تعرف بالضبط الولايات المتحدة الأمريكية كيف ستكون ردة فعل إيران، وبالتالي أي ردة فعل قوية باتجاه المنشآت النفطية، المنشآت النووية أو غيرها. فمنظومة الثاد بكل تأكيد ستحاول من تحقيق الحماية المطلوبة مع وجود الطائرات الحربية المنتشرة في المنطقة، إن كانت الأمريكية، الإسرائيلية، البريطانية، الفرنسية، مع وجود كذلك المدمرات المنتشرة في هذه المنطقة، من أجل توفير طبعا الحماية المهمة للتحضير لهجوم كبير قادم على إيران. خاصة وأن حتى هذه اللحظة المشكلة أن حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان كان من المفترض أن تكون الآن موجودة هنا في البحر المتوسط، لكن لاحظ بحسب آخر تحديث يوم أمس تلاحظ أن هاري ترومان اتجهت إلى شمال إسبانيا. لاحظ هنا في 12 أكتوبر وهي موجودة إلى شمال إسبانيا، وذلك بعد أنباء مؤكدة بأن هنالك أحد العناصر من طاقم USS هاري ترومان في حقيقة الأمر كان قد توفي لأسباب مرضية أو غيرها وليست لأسباب مجهولة، لكنهم توقفوا عند شمال إسبانيا، وبالتالي هذا يعني أنها ستتأخر على الوصول إلى السواحل الإسرائيلية والسواحل اللبنانية. وعلى هذا الأساس ما هو منتشر الآن في هذه المنطقة كما نلاحظ هي إبراهام لينكولن، كما سنتجه هنا، هذه هي إبراهام لينكولن باتجاه إيران ويو أس أس جورجيا، الغواصة النووية الخاصة والسرية للغاية بالنسبة للولايات المتحدة، موجودة في البحر الأحمر. وكذلك لدينا مجموعة يو أس أس واسب مع الثاد مع انتشار الطائرات، كلها قدرات دفاعية لا بل حتى هجومية على إيران في حالة تطورت الأمور بشكل أكبر. لكن إيران طبعا تحدت هذه المنظومة الدفاعية على المستوى الغير رسمي وحتى برسائل واضحة على المستوى الرسمي من خلال وزير الخارجية الإيرانية الذي قال إن الولايات المتحدة تعرض حياة جنودها للخطر بنشرهم لتشغيل أنظمة الدفاع الجوي في إسرائيل. وهذه مسألة قد تكون خطيرة بالفعل على هذه المنظومة. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية ما هو معروف عنها هي تمتلك تقريبا 7 من هذه الأنظمة فقط، وهذه طبعا المنظومة ما هو موجود فيها كما نلاحظ هي 8 صواريخ فقط. وإيران عندما تهاجم لاحظنا أنها تهاجم ب200 أو 300 صاروخ، وبالتالي هي من الممكن أن تضع هذه المنظومة تحت خطر كبير للغاية، خاصة أن هذه المنظومة في آخر 16 اختبار لها اتضح بأنها دقيقة للغاية بنسبة 100%، هي لا تخطئ أبدا، من الممكن أن تخطئ مع الهجوم الإيراني القادم كردة فعل على ما ستفعله إسرائيل بكل تأكيد. وهذا يعطي رسالة مهمة لمن؟ للصين ولكوريا الشمالية، خاصة وأن هذه المنظومة أساسا هي منتشرة في كوريا الجنوبية. بالتالي الصين وكوريا الشمالية ستراقب ما ستفعله إيران في هذه المسألة لأي مواجهات مستقبلية مع كوريا الجنوبية وكيفية التعامل مع هذه المنظومة تحديدا. ولا بد من الانتباه بأن كوريا الشمالية أو حتى الصين اقتربتا كثيرا من إيران أثناء الحرب الروسية الأوكرانية في حلف في قطب جديد يتشكل في العالم من أجل هذه المواجهة بكل تأكيد. وهذه المسألة وانتشار هذه المنظومة هو يأتي أيضا مما ممكن أن يكون قادما من حزب الله اللبناني. حزب الله لا زال يمتلك صواريخا باليستية من الإسكود من فاتح 110 رغم كل ما تعرض له هذا الحزب. واللايف يو ماب كانت قد أوضحت بخارطة طبعا توضح لنا التقدم الإسرائيلي الحالي، هذه قبل وهذه بعد. تلاحظ أن هنالك تغيرا كبيرا في طبيعة التقدم الإسرائيلي. على سبيل المثال بحسب هذه الخارطة توضح أن هنالك تقدما باتجاه الناقورة، أي أن
إسرائيل الآن تقدمت ما يقارب 5 كيلومترات باتجاه البحر المتوسط باتجاه الناقورة والتي تأتي باتجاه مدينة صور. كذلك أن هنالك تقدما باتجاه بنت جبيل وميس الجبل وكذلك بليدة. على سبيل المثال في بليدة تحديدا كانت هنالك لقطات لدمار كبير يبدو كأنه في قطاع غزة عندما ترى هذه اللقطات، ولكن في حقيقة الأمر نحن نرى أمامنا بليدة اللبنانية وأن هذا هو جنوب لبنان الآن يبدو بهذا الشكل، وهنا الجنود الإسرائيليين وهم يسيروا في هذه البلدة كما نلاحظ. واحدة من الصور التي تؤكد لنا هذه التفاصيل تلاحظ بأننا عدد من العلامات، هذا هو أولا المبنى الأول وهذا هو المبنى الثاني وهذا هو المبنى الثالث على مسافة من هذا المبنى الذي نراه أمامنا. بعض العلامات ستكشف لنا طبعا طبيعة هذا الموقع إذا ما اتجهنا مباشرة إلى القمر الصناعي، هذا هو جنوب لبنان كما نلاحظ، وسنتجه إلى نفس المنطقة التي أشرنا لها في اللايف يو ماب وسترى بأننا أمام نفس العلامات تماما، وهذا هو المبنى الذي كان ظاهرا أمامنا قبل قليل من العلامات الواضحة طبعا، وهذا هو طبعا المبنى الثاني وهذا هو المبنى الأول، أو الأول هو المدمر أساسا في الأسفل سنلاحظ هذا هو المبنى. لاحظ بأننا إذا انسحبنا بالقمر الصناعي سترى بأن المبنى الذي كان مدمرا في الصورة هو هذا المبنى، هذا هو الأول، هذا هو الثاني، هذا هو الثالث. بالتالي اللقطة التي ظهر فيها الجنود الإسرائيليين وهم يتحركون هي هذه المنطقة تحديدا. بحسب لبنان يونت تراكر أوضحت بأن إسرائيل مستمرة بالتقدم بشكل كبير في هذه المنطقة تحديدا في بليدة وميس الجبل. هذه هي الصورة المحدثة لطبيعة التقدم الإسرائيلي، تقريبا هذا التقدم يأتي على مسافة 2 كيلومتر في هذه المنطقة، أي بمعنى آخر أن إسرائيل واضح تريد فرض السيطرة على هذه المنطقة والتقدم إلى هذه المناطق المرتفعة لفرض سيطرة أكبر طبعا على البلدات التي تأتي بعد هذه المناطق المرتفعة بكل تأكيد. أيضا من جهة أخرى أن إسرائيل تقوم بعدد من المناورات هنا باتجاه بنت جبيل. إذا ما دخلنا بتفاصيل أكبر بحسب لبنان يونت تراكر ستلاحظ أن يارون التي سيطرت عليها أساسا إسرائيل في الفترة الأخيرة انسحبت من وذهب اللواء المدرع اللواء 188 ليشترك في معارك مارون الراس، وذلك من أجل فرض سيطرة على كل هذه المناطق المرتفعة للسيطرة النارية على بنت جبيل وعيترون، وبعد ذلك محاولة محاصرة بنت جبيل لدفع حزب الله للانسحاب من هذه المنطقة. وبحسب التلغراف البريطانية أوضحت أن عناصر حزب الله اللبناني فعلا ينسحبون من المعارك، هم ينسحبون بسبب أن القيادات ضربت، الاتصالات قد ضربت، الوضع صعب للغاية، حتى أن لقطات من الأنفاق الخاصة بحزب الله اليوم نشرها الجيش الإسرائيلي توضح بأن عناصر حزب الله بدأوا بالاستسلام أساسا والظهور من الأنفاق بهذه الطريقة. لم نرى مثل هذه المشاهد لدى حركة حماس في قطاع غزة. كذلك أن بنيامين نتنياهو راغب بالتقدم بشكل أكبر، هو ظهر اليوم وطلب من قوات اليونيفيل بالانسحاب تماما من كل النقاط الزرقاء التي نراها على مسافة على الأقل 5 كيلومترات، لأن إسرائيل تريد التقدم بشكل أكبر. وهنا تأتي خطورة الصواريخ البالستية الخاصة بحزب الله اللبناني وكيف أن منظومة الثاد فعلا ستضيف الكثير من القدرات الدفاعية لحماية حيفا أو لحماية تل أبيب أو حتى المفاعلات النووية الإسرائيلية. وكذلك أن يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي قال لم يتبقى لدى حزب الله سوى ثلث صواريخه القصيرة والمتوسطة المدى. بالتالي عندما نتحدث عن الصواريخ البالستية الإسكود أو حتى فاتح 110 وإن كان متوسطا للمدى المسألة خطيرة للغاية بكل تأكيد. وأيضا على المستوى السياسي وعلى المستوى الدبلوماسي ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي سابقا لشؤون الشرق الأدنى كان قد كتب اليوم لمركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية مقالا يتحدث به عن طبيعة تفاصيل مثيرة بأن كيف من الممكن للبنان أن تتخلص من المزيد من التقدم الإسرائيلي في لبنان، وهو كان قد أشار ببساطة إلى عدد من القرارات ولم يشر إلى القرار 1701 فقط، وإنما أشار إلى القرار 1559 القرار الذي ينص بأن على الفصائل حزب الله اللبناني أن يسلم سلاحه إلى الحكومة اللبنانية. وكذلك أيضا في نفس الوقت قرار آخر وهو القرار 1680 الذي ينص بأن يجب أن يكون هنالك توقفا من تهريب أو لتهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان أو من لبنان إلى سوريا، وأن يكون هنالك تثبيتا للحدود على المستوى الأمني بشكل واضح، و1701 لإبعاد حزب الله اللبناني من جنوب لبنان. بالتالي أن تحققت كل هذه القرارات
فلن يكون هنالك سببا لإسرائيل للاستمرار بالتقدم، وأن الحكومة اللبنانية هي الوحيدة القادرة على تحقيق مثل هذه المسألة. وأشار ديفيد شنكر للآتي: سوف تستمر القوات الإسرائيلية في استهداف حزب الله في الجنوب كما يحلو لها حتى تقتنع بشكل معقول بأن الظروف آمنة بما يكفي للسماح لنحو 70,000 إسرائيلي نازح بالعودة إلى ديارهم في شمال إسرائيل. وأضاف أيضا: لقد غير 7 أكتوبر إسرائيل ونهجها في التعامل مع حزب الله، والسؤال الآن هو ما إذا كانت الأشهر القليلة الماضية قد غيرت النخب السياسية في لبنان أم لا؟ إذا نحن فعلا أمام ظروف كبيرة عندما تهيئ منظومات دفاعية بهذا المستوى وبهذه القدرة. هو دائما يعطيك فكرة بأن هنالك هجوما قد يكون كبيرا أو غير متوقعا من إسرائيل.